السلام عليكم ورحمة الله، متابعي قناة English Learn with حماد. انتم ما شحالكم؟ ياك لباس يا خير يا معافين. طبعا اليوم نتكلم عن الدرس الثاني من تعليم اللغة الإنجليزية. طبعا هي أول قناة تتكلم بالحسنية وتشرح اللغة الإنجليزية وتسهيلها للمتابعة. اليوم نتكلم عن الدرس الثاني وهي Indefinite Article. Indefinite Article بكل بساطة هم يحدوا النكرة في اللغة الإنجليزية، أو شيء ما هو معرف، رواية غير معرفة. شنو هما indefinite article؟ We use the indefinite article to state or mention a singular thing, noun, for the first time. معناها نستخدم مدين قالوا indefinite article نتكلم عن رواية تعود اسم أول مرة هنا ذكروها في الكلام أو الكتابة. مثلا اللي هما indefinite article اثنين طبعا، اللي هي يا إما a ويا إما an. الأول the indefinite article a is used in front of a singular noun that starts with a consonant. استخدموا ذي قالوا indefinite article a قدام ايش؟ جي قدام اسم مفرد بادئ بconsonant، وconsonant هم هذه الحروف، هم هذه الاحرف اللي هم ينقال لهم consonant. هذو اي كلمه بادئ بهم جي قدامها a، اي كلمه اسم تعود مفرد بادئ بهم جي قدامها a. مثلا نقولوا a book، والله a table، a man، a humble guy، a smart girl، a school، a boy، a house، a good student، a beautiful scene. a book معنى كتاب، a table طاولة، a man رجل، a humble guy معنى رجل شخص لطيف أو شخص متواضع، a smart girl معنى فتاة ذكية، a school مدرسة، a boy فتاة أو ولد، a house منزل، a good student تلميذ ممتاز أو جيد أو طالب ممتاز أو جيد، a beautiful scene معناها منظر جميل. طبعا نقبض المثال مثلا في جملة نقوله I bought a new car معناها اشتريت سيارة جديدة. هون a new car نكرة لأنها أول مرة تذكر في صيغة الكلام. John has a good accent معناها John عنده نطق ممتاز أو لفظ ممتاز في اللغة الإنجليزية، نقوله good accent. good accent معناه ينطق بشكل جيد. النقطة الثانية نجود اللي نقال له the indefinite article an is used in front of a singular noun that starts with a vowel. اللي نقال له indefinite article an جي قدام ايش؟ جي قدام أي اسم مفرد بادئ vowels اللي هم هذو الأحرف الخمسة، أي اسم مفرد بادئ بهذه الخمسة يجي قدامه أن. كيف تاش؟ أن أبل تفاحة، أن أوفيس مكتب، أن إيج بيضة، أن إنتليجنت بيرسون شخص ذكي، أن أمبريلا، أن أمبريلا معناها مظلة، أن إيرفون قلنا إحنا كوتير زاد سماعة أذن، أن أكاونت حساب مثلا حساب البنك، أن أمريكان ريستورانت معناها مطعم أمريكي. In sentences في جمل طبعا نقول Mary works in an office معناها ماري تعمل في مكتب، ما نبحدينه ما نعرفينه وهي نكرة. This is an amazing movie هذا فيلم ممتاز، هذا فيلم ممتاز معناها ما نمحدينه. This is an amazing movie معناها فيلم ممتاز. طبعا نعرف عن كل قاعدة عندها استثناء exception. طبعا بدل من نقوله an hour نقوله an hour، يعود عندنا كلمة بادئة h غير h يعود غير منطوق هش مية فرنسي، نقوله an hour، نقوله an honest person، an honor شرف، an honest person معناه شخص شريف أو صدوق، ونقوله a unity ما نقوله an unity، نقوله a union هذا كامل بمعنى اتحاد أو وحدة. طبعا هذا درس ملخص وبسيط اللي نقال له indefinite، إذن نقال له indefinite article. طبعا حد كامل عنده سؤال ولا شيء يديروا في خانة التعليق تحت إن شاء الله ربي ندور نجاوب عليه. و thank you very much for watching. وطبعا لا تنسوا subscribe للقناة ياك إن شاء الله ربي نواصله
لنواصلوا لفيديوز تعليم إن شاء الله ربي، ولا تنسوا بارتاجوا الفيديو. و thank you very much.